خوتي وخواتاتي متابعي قناه امينه الشاو، كما كتشوفوا هنا في هذا الفيديو هذا غادي نحضر لكم طريقه ديال التحضير. غادي نوريكم بلوتو طريقه ديال التحضير ديال البوزوك مشرمن، كيجي لها الطريقه هذه. تابعوا معنا اعزائي المشاهدين الفيديو من الاول حتى الاخر، ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم. فرجه ممتعه. كما كتشوفوا هنا التحضير ديال هذا الطبق اللي هو طبق غزال وكيجي لذيذ وما شاء الله. اول حاجه غنحتاجو هنا غنحتاجو البوزروك ديالنا. كما كتشوفوا هنا بوزروك، ها هو عندي واحد الكميه ديال تقريبا كيلو وشي حاجه، حيت انا خديتو شويه بالزيت، خديتو من تيزنيز. كما كتشوفوا هنا راني نظفتو مزيان، نظفتو حيت له داك الشيء ديالو وغسلتو مزيان داك الحجر و تيكون فيه وهاديك الرمله. ها هو هاد الكميه تقريبا كيلو شي حاجه، المهم ما عبرتهاش، غتكون فايته كيلو. عندي هنا واحد ثلاثه ديال مطيشات طماطم، يكونوا حمرين احسن يكونوا حمرين. عندي هنايا التوابل ديالي او العطريه، عندي مليحه، عندي خريق خرقوم مدقوق او الكركم، عندي الكمون، عندي سكنجبير، البزار، تحميره. بالنسبه للتوابل كل واحد راه يمكن يزيد يمكن ينقص على حساب اشنو كيفاش كيعجبو هاد التوابل، كيعجبو يكثرهم ولا يقللهم. بالنسبه لي انا دوك التوابل اللي حاره راني كنقلل منهم، مي الكمون والتحميره والكركم راني كنديرهم بالزيت تقريبا عاشق كبير. الملحه راه كل واحد كيدير الملحه على حساب الذوق ديالو، وكتبقى هي مساله لتصحيح الاذواق. هنا عندي ثوم بودره، هنا عندي قزبر ومعدنوس مدقوقين، هنا عندي الزيتون الاحمر، هنا عندي واحد ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم حتى هما. واخا غادي ندير البودره ديال الثوم، غادي ندير حتى الثوم اللي طري. عندي هنايا الحامض ديالي قطعته طريفات صغار، هاد البوزروك كيبغي الحامض. اول حاجه غادي نديرو ان شاء الله، انا غادي نطيبو في الكوكوط، والتقديم على حساب واش نقدمو في الطاجين ولا نقدمو غير في الطبسيل. غادي نحك الطماطم ديالي من بعد ما نضفتها هي مزيان وحيد لها العصب، وغادي نطحنها نحكها ونضيف ليها الثوم حتى هو مدقوق. نبدا كنهضر وكان خدامه. المهم كما كتشوفوا كلشي كيعرف يحك الطماطم، العصب ديالها هكذا هكذا هي هكذا. نحك الطماطم ديالي كامله، نحك عليها الثوم حتى هي، نضيف القزبر والمعدنوس، التوابل ديالي كامله زويته بلديه، نسيت ما قلتهاش لكم طبيعه الحال زويته بلديه هي باش كنصب انا. ونديرو قزبر معدنوس قلتها واقيلا، ثوم بودره، المهم كنخدم وكنهضر هكذا. نسيبو مرتيشة حتى هي، نحكوها هكذا، واش كنبان ليكم ولا لا؟ المهم سمعوا صوتي المراحل اللي كندير. هاهي ديك مرتيشة كملت، بقات لي واحد نصيص، صافي نحيد هداك، نحب كدوك فصوص التوم حتى هما. نحكم التوم حتى هما كنحكم في الحكاك الرقيق، كيبغي بوزروك التوم داكشي اللي درت التوم طري، ودرت البودره ديال التوم. ندير التوابل ديالي كاملة، ها هي ندير أسيادي البودرة ديال التوم، واحد راس العاشق،
بيني وبينكم دخل لي واحد الدبانه ديرونجاتني، ها هو القزبر الزيت ديالنا. غادي ندير كميه نيت وفيره ديال الزيت هكذا، قزبر ومعدنوس ديالي اللي ديجا طحناه او تقيناه، كنجيب سي بوزروك ها هو، كنخلط كلشي نخدمو بيديا بحال هكا، ندخل معاه ديك لاصوص كلشي ندخلو فيه، يعطي واحد الريحة طالعة بحال مع ريحة البحر. و كما قلت لكم هذا راه طيب، دابا غادي نديه نشعل عليه البوطة، نشعل عليه البوطة ونرويه واحد شي شوية نحس بيه طاب صافي، ونضيف ليا ديك الساعة الحامض المصير. هاد الكمية كما قلت لكم هنا راه تقريبا نص حامضة كبيرة. بالنسبة للزيتون غادي نحيد له هاد العظم بحال هكا على قبل الوليدات باش يجيو حتى في الماكلة ساهلة، كنحيد له ديك العظيم ديالو، واخا هو الزيتون حمر تيكون فيه العظم كنحيد ليه العظم. الزيتون الحمر اللي كيجي زوين في الانواع ديال السمك كلشي، كيزيد فيهم الزيتون الاحمر كي عرفتو هنايا عندي انا الزيتون الحمر بالعظم، يعني غنحيد ليه العظم ديالو بحال هكا، نخليه حتى يطيب نضيف ليه الزيتون الاحمر مع الحامض، نزيد له واحد شويه مازال ديال الزويته بلديه حيت هو كيبغي الزويته بلديه، نخليه تيشرب وديك الساعه نتلاقاو باش نقدمو ان شاء الله. بوزروك ديالنا من بعد ما كيطيب تيتشرب بهداك لاصوص اللي كان فيها، كنلوح عليه الزيتون كيما قلت لكم اللي كنت ديجا حيدت ليه هذا العظم ديالو ولحت الحامض صافي. من بعد ما طاب لينا قدمناه، زينتو بواحد شويه ديال قزبر معدنوس، رافقته بالزيتون مقطع صغير والهريسه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الهريسه، حيت انا ما كنكثرش الحار فيه، كيجي الطبق على هذا الشكل هذا، الرائحه ديالو يا سلام كتشهي. ما نقولش لكم ماشي حيت انا طيبته نقول لكم راه طبق كيجي رائع، فعلا طبق كيجي رائع يستحق التجربه كما تنقولوا. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم البوزروك يقدروا يطيبوه بهذه الطريقه هذه، اللي بغى يضيف شويه الزويته بلديه من في الاخر يمكن ليه يضيفها بحال هذا الشكل هكا، انا كنعاود نزيد فيه زويته بلديه حيت كتوات معاه مزيان. كان هذا هو ولا هي النهايه ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم بوزروك وكنعزي لكم طيبوه بهذه الطريقه هذه، راه كيجي روعه من داك الشيء الرفيع وكيجي بنين، وتا الدراري الصغار كياكلوه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لي انا ولادي ما كانوش كياكلوه، ملي كنت كنحضر لهم بهذه الطريقه ولا ولاو كياكلوه. ما تبخلوش لنا اعزائي المشاهدين باللايكات ديالكم كما العاده، ولا عجبكم الفيديو ديروا لي دي كومونتير زوينين اللي كيشجعونا وكيحفزونا ديما، وشكرا للناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالنا وديما اوفياء مع الفيديوهات ديالنا، يعني وقت ما كتلاح شي فيديو كتلقاوهم من الاولين سباقين، كنشكرهم من هذا المنبر. تلاقاو فيديو اخر، الى اللقاء، فرجه ممتعه.